تفضلي خليني بلش. تفضلي خليني بلش أنا. هل يمكن أن يسير الحب مع الكذب بخطين متوازيين ويلتقيان في نهاية المطاف؟ إذا كانوا الاثنين كذابين رح يسيروا بخطين متوازيين، بس بالنهاية رح يلتقوا، يعني حيلتقوا. هلا بيقولوا الخطين المستقيمين متوازيين لا يلتقيان أبدا، بس في حال كان في كذب ويعني بين الزوج والزوجة، أوكي، فأكيد الكذاب بيعرف الكذاب، يعني عرفتي؟ يعني بيكشفوا بعض اثنينات. أكيد، يعني أكيد مستحيل الواحد، يعني ما واحد لعين كتير وكذاب، فأكيد بيعرف اللي عم بيكذب عليه. طب ممكن يبقوا مع بعض هن وعارفين إنه اثنيناتهم عم بيكذبوا بعض؟ يعني حسب شطارة الكذاب قديش بيعرف يكذب. ممكن لا، ممكن يكملوا عادي وتخلص الحياة ويمشي الحال ويكونوا هن مكذبين وما صار في مصايب يعني من وراء الكذبة. شي بيخوف، يعني إذا وصلوا هيك لهالحد وقدروا يعيشوا 10 سنين عم بيكسبوا أو أكتر كل حياتهم يعني. لا معقول، مش معقول. لا بالنهاية رح تنكشف الحقيقة، يعني كذب يعني ما بيدوم. في حال حدوث مشكلة قدرية بينك وبين زوجك لا مفر منها، بتحليها بنفس اليوم، يعني بتحليها بنفس اليوم وبتقولي خلص نقطة على السطر انتهى، أو ألا بتتركيها للوقت يعني، ويمكن تتحول هاي الكذبة يعني إلى كذبة كتير كبيرة. بده يكون في سبب لهالكذبة الكبيرة. هلا إذا اكتشفت السبب وطلع شخص مختلف كليا، وأنا شخص أنا معه يعني هالقد مكذب علي كل حياتي بشخصيته بكل شيء، أكيد بقطع العلاقة. بس إذا كذبة إلى علاقة بحدث معين جبر يعمله أو كذا، لا أكيد بعطي فرصة. في شيء مشكلة أثرت، مشكلة كبيرة أثرت على حياتك الزوجية، بينحكى فيها؟ بيصير فيها مشاكل، مش كلها مشاكل. بس في شي مشكلة هددت لك حياتك الزوجية وتخطيتها؟ لا بشكل شخصي لا. لا بشكل شخصي لا. لا أبدا. تحية لزينة لك. تحية لزينة، طبعا زينة أنا مناضي للحياة. هل يشبه فارس نقطة انتهى؟ فارس أحلامك في الحياة؟ ممكن يشبهه بمحل معين، لأنه أنا بالنسبة لألي ما فيش فارس أحلام رجل مكتمل، دايماً في عندي كمان بنجذب للنقاط الضعف اللي عند الرجل، لأنه بالنهاية بترجع بتذكرني أنه هذا إنسان. فأي ممكن فارس أحلامي يكون بيشبه فارس. إمتى بصير في بوح بين الزوج والزوجة، أو بين اللي بيحبوا بعض، يعني بين فارس والفارسة؟ بظن بس حدا من الشخصين يعمل تريجر ل يعني يحرك هيدا الشيء، يعني يا أما يشك كتير، يا أما توصل معه إنه ما بقى بده العلاقة ينهي كل شيء، يعني دايما على الحفة. إذا واحد مخبى كذبة كبيرة، يعني هل البوح والاعتراف يمكن يكون مصالحة مع الذات ومع الشخص الآخر؟ هي مصارحة مع الذات، بس مصالحة مع الذات ومصارحة، بس كمان الconsequences يعني الريزلت تبعها منو آمن. ليه؟ لأنه ما بتعرف أنت إذا الزوجة أو الزوج بيحوا لبعض. ممكن تكون عدوى، بس مصارحة أحيانا. إيه؟ يعني عدوى إيجابية قصدي. لا، فيها تكون سلبية. كورونا. فيها تكون سلبية، يعني أنا عم بقلك هو المهم، مهم واحد يعترف، بس واحد يعترف بده يتحمل مسؤولية بعدين، لأنه في مفاجأة، يمكن الشريك يقبل يا ما يقبل. بس إذا أنت بترتاح إنه تعترف، لازم تعترف أكيد. شو برأيك إنه إذا بدنا نسمي 3 عوامل هن عوامل بينجحوا العلاقات الزوجية، إذا بدنا نختصرهم بثلاثة؟ 3 عوامل. هلا الحب اولا اكيد، يعني الحب والقيمه واحترام قيمه الشخص الاخر، واكيد العنصر الثالث وهو
أساسي أساسي اللي هو اللي هي المادة، يعني مثل ما بيقولوا ماني توكس، المصاري بتحكي. قديش هذا العنصر بيلعب بعواطفنا أو بيأثر على عواطفنا، أو قديش بيخلينا نكون عاملين كنترول بحياتنا، ويضل الاحترام قائم موجود بين هاي العلاقة. دي أنا برأيي يعني شوي غير عن المعطيات تبعك، يعني أنا بالمكان الوحيد اللي بحس حالي مرتاحة فيه اللي هو مع شريكة بالحياة، طريقة التفكير ونظرة الحياة والاهتمامات بالأشياء تكون مثل بعضها. إجمالاً بيقولوا العكس، إذا اثنين عكس بعض بيمشي حالهم، فأنا ضد هيدا الشيء. يعني إذا على نفس الليفل تفكير ونفس الذوق بالأشياء ونفس اهتمامات priorities تبع الأشياء كمان، فهيدا كتير مهم. إذا صاروا إذا تغيروا كارثة. هذا بيعيش، هذا بيعيش أطول. إيه بيعيش ممكن ها، يعني هالماتشنج هيدا خلينا نسميه ماتشنج، ممكن يعني يعمل شوية هيك رتابة، أو يعني عدم المفاجأة، يعني بيروح شوي من عنصر المفاجأة، ولا لا بيكون هو كتير عنصر المفاجأة حلو. ما أنا بالنسبة لي هذا أساسي، يعني أنا ما في يكون مع حدا لا بيفكر إنه واو هلا كنت هيك هلا هيك كان خاطر لي هلا كنت يعني هيك إنه هو الحلوين يعني. إنه مين جابر هاي هون تلا أنا ياك أنت يعني لهالدرجة ممكن توصل للقصة لهد، والله العظيم يعني ممكن توصل لهون، يعني إنه هلا كنت عم فكر إيه، أو إنه يعني إيه ممكن إيه وصير معي كتير إيه بصير. Thank you. Thank you.